صباح الخير ميلا، صباح الخير. وين نحن؟ غيرنا بيتنا اخيرا. غيرنا بيتنا، اخذنا بيت كثير كبير، شايفين يا جماعه؟ واو. فائد صباح الخير. يلا في في رن الجرس. يلا تمام. على الحمام الواحد في وين بيروح؟ اي بروح على الحمام، غسل وشك. يلا 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 يلا. الميزان كل يوم الصبح لازم تزين حاله واحد، بيطلع الميزان خربان. فرج على المراية. اوه فرش اسنانك ميلا، فرش اسنانك. المراية حسام شو؟ لو طلع الواحد تعال نزل لعنا شوف، شوف ميلا قد ايه صارت عريضة. واو نسينا حدا هون، نسينا نسينا نسينا. اهلا وسهلا ميلا، اهلا وسهلا. كسرتوه كسرتوه. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be. كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ واشتقنا لكم كتير كتير، وأخيراً رجعنا لكم فيديو جديد. وكل عام وانتم بألف خير. ويمكن هي عشر مرة من لكم إياها. لا هالمرة غير، هالمرة بقلب العيد، هذيك برمضان كنا هيك وبعد العيد عم كمان في وحدة كان قضيها. هذيك مناسبة عيد الأضحى المبارك. والله اشتقنا لكم كتير، طمنونا عنكم، كيف العيد معكم؟ شوفوا نحن بمكان كتير كتير حلو اسمه دولفيناريوم، هيك مكان كله دلافين وأشياء حلوة، وميلا كتير كتير مبسوطة. ايه هلا بدنا نروح، هلا بدنا نروح، بده يبلش عرض الدلافين، ندخل نصور لكم، نحاول نصور لكم شوي، نصور لكم كل شيء يا جماعه. وكمان اليوم ثاني يوم العيد، امبارح كان اول يوم، فكانوا عنا رفقاتنا وكمان طلعنا شوي هيك عنا بالمدينه وانبسطنا كثير، بس قلنا اليوم لازم نصور لكم اجواءنا بما انه جينا هيك على مكان جديد. بتصور نحن اخر ناس جينا، ما تنشطنا نجي على هالمكان غير لما كبرت ميلا شوي. ايه عن جد كل رفقاتنا راحوا عليه، صرنا خمس سنين بهولندا اول مره بنجي على هذا المكان، يعني كثير حلو بالنسبه للكبار يعني. باهيه صح. انا ورولا عم نفتل هيك ما عم نعرف شو حنسوي، بس كثير العاب للاطفال. بس ميلا وبيرلا عن جد كثير مبسوطين. المهم يا جماعه ان شاء الله تكونوا هيك قضيتوا شهر رمضان، حركه طاعتكم ان شاء الله تكون قضيتوه هيك براحة وبصحة، وكثير اشتقنا لكم ورجعنا هيك. الله يعيدوا علينا وعليكم. امين يا رب، وبدنا نرجع هيك لروتيناتنا وحياتنا واشغالنا، واستنوا فيديوهاتنا المعتادة، دائما حنسوي لكم فلوجات ونصور لكم هيك الاماكن اللي بنروح عليها، كثير بتحبوا انتم هذا النوع من الفيديوهات. ان شاء الله انتم كمان تكونوا عم تقضوا وقت منيح، بس اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ويلا خلونا نبلش. عم بتقول لكم خلونا نبلش. لحسام هلا بيطيروا المحل. يلا 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 بسرعة كثير زحمة اليوم، على فكرة نحن حجزنا يوم الأربعاء على أساس يكون فاضي بنص الأسبوع، ولا ما عم نلاقي محل نقعد. إيه لأنه هالأسبوع عطلت المدارس بهولندا فكتير كثير. إيه المي فاكانسي هالأسبوع، فأي عرض عم بيصير يا دوب عم نلحق نقعد يعني. بس أنا جوعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا جوعان. حسام على فكرة جايبة معي كومة سندويشات، هو ما عاجبه يعني. لا لا بدي آكل، بدي أتغدى. ورولا جاي تتفرج على الأماكن وتنبسط. أعطوني رأيكم، الواحد جاي يضيع وقته بإنه ينتظر على طابور الأكل ساعات ولا يشوف العروض. يا رولا المتعب الأكل، أنا ما بستمتع. إيه أنا ما بمنعك، بس في طابور أكل طويل عريض بدكم ساعة توقفوا لتاخذوا الوجبة يعني. أنا بتعرفوا شو حاسس حالي لسه صايم، حاسس لسه أجواء رمضان. إيه خلص من الصبح لهلا آكل سندويشة صغيرة، فيلا. هلا بس يخلص العرض بنطلع على مطعم يكون برا الحديقه، لانه هون كثير زحمه يعني ما بتدخل. بدي وجهون الطابور هلا صور لهم. انا كثير عم نقعر له بموضوع الاكل، ما بعرف ليش لما خلص رمضان وانا حاسس هيك بدي فش غلي كثير، في اشياء عم بتطلع بموضوع الاكل. شايفين هذا المبنى الضخم كثير مثل ملعب كره القدم، عن جد ما شاء الله كثير كبير، هون حيصير عرض الدلافين فيه. واو كثير كثير حلو. في عرض فقمات، في عرض فقمات، في عروض يعني. انا عندي رهاب من هي الاماكن، بتخيل انه هيك بينكسر البلور كثير بخاف. ما شاء الله لله ما شاء الله. يا عم تكنس الارض، شو شو فيها؟ طب تنظف. ليش الحوض تبع الفقمات انظف من تبع الدرفاين؟ شكلهم دلافين وسخين، هدول نظيفيين. تعي شوفي ايدك، تعي لهون. شو رايك نجيب لنا تنتين على البيت؟ كثير بيستعبرتنا. لا لانه خلص ميلا بتنسيها يعني. يا جماعه بنوقف هون، بس تحرك هاي الفقمه لهونيك بتلحق. Let
كل ما حندخل على مكان هيك الزحمه هيك الوضع فكثير زحمه. احنا كمان جايين بالويك اند يعني ايه بنص الاسبوع وهيك الاسبوع وهيك يعني قلت لك حسام تعال نحجز بنص الاسبوع عشان ما يكون زحمه اصلا كثير زحمه دايما. المهم هلا شو حناكل لوين رايحين ناكل؟ رايحين نشوف الدلافين حالي. لا اله الا الله على النار هاد والله انا جاي اكل ماني جاي اتفرج على السمك. خلي السمك لكم حسام بس جاع خلاص ما بقى في شيء بيوقفه خلاص اصبر اصبر كانه بيبي بجاع بيرلا طلعت لي بيرلا ساكته اصلا اخيرا قعدت اكل يا جماعه بين كل هالناس والشعوب. شوفوا 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 قد ايش زحمه عندنا هون على المدرج. هلا حيصير عرض دلافين هون. يا سلام بيرلا بدها تاكل بيرلا عم تقول لك بدها تاكل يلا بيرلا هلا بتاكل really I'm the linker comes head of a yarno قرش يا رولا سمكات قرش انتبهي اي والله بيبي شارك هي بيبي شارك ميلا ضو رح بابا بدك ضو؟ يا قال بابا ميلا بده ضو رح بابا يجيب لها الضو هاي لميلا فرحت ميلا شوفوا فرحتها والله فرحتها ما بتعطيها لحدا هي كل شيء لا تشوف فيه لا تبعن شيء وهي ما معها هي حبتها لأنه فيها ضوء واو كتير حلو هاي هي للدولفين هلا بتعمله فيها هيك هاي البياعة فتحة مصلحة أحسن من الهندسة والطب شكلها خورفتك هو كان مخرفتني فكرة خلص حاطه بمكان إنه كل الولاد بالدنيا إيه لا لا كله لا هلا شوفوا ورانا وقدامنا كلهم عم يبكوا بالدنيا شوفوا نحن موقعنا الاستراتيجي بنص هون المسرح أو المكان ليش؟ لأنه رولا حتجيبنا بكير وتخلينا ندخل عم قلوا لحسام لازم يجي قبل نص ساعة مشان نقدر نشوف محل نشوف فيه يعني إيه بعمل شيء غلط طلع لي عدة الحليب لبين هون هون والله بس نسبتك خلاص مو بيقولوا في رمضان في رمضان هلا في العيد في المسرح هاي رح طلبت لك اطيب غدا بعد شو رايح قد المغرب على فكره اوه شوفوا جبت له هون كيبلينج هاي اكله كثير مشهوره بهولندا اسمها كيبلينج هي بتجي هيك مثل سمك ومعها صوص خاص فيها وهون هاي كمان وجبه ثانيه كمان كيبلينج وبطاطا شو رايك على اساس اليوم زبطتك زبطت بس بعد خلص. شو على اساس اليوم نفطر هون هلا الساعه يلا ما عجبك شيء خلص هب رجعوا خلص يلا امي لا الله امي لا تعي كلي نمنم شوفي جبت لك بطاطا هذا الكيبلينج هذا اكله هولنديه تقليديه يعني بتجي هيك شوفوا مثل سمك مقلي وهيك بتغطسوه بالصوص عن جد كثير طيب شو حسام بجنن معنا انا ما بحب السمك بس بتحسوه مثل الدجاج يعني كثير طيب ايه انا يعني من الاكلات التقليديه الهولنديه هي اكثر اكله بحبها يعني كثير كثير طيبه رولا شايفه هذاك 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 اليخت لك هذاك في يخت هونيك لك مفاجاه لك زي يعني اختار اللي بدك اياه اختاري ونقي هذاك اخر واحد ثلاث طوابق لا ابدا ابدا ما بتهتمي انت ابدا هذا الصغير هذا هذا كمان حلو معلش قبلانه يلا خلينا نطلع فيه شايفين هالمكان ما احلى يا جماعه واو هون عن جد هيك بدي اشوف فنجان قهوه وقعده والله هلا هون في كافيه تعال نقعد فيه نشرب قهوه
مع هدول التنتين كثير كثير بننبسط كثير. هدول مكانهم جوا بنحطهم هون محل ما كنا نلعبوا مع الدلفين. ايه ونحن هون. ميلا انبسطتي مع الدلفين؟ في وبيرلا طبعا نعسانة ما بدها تنام، ما بتنام الا بتختها. كيرو لوين السيارة؟ ما بعرف صار لنا ساعة عم نمشي ما بقى نوصل. بتعرفي شو؟ صفتها بآخر الدنيا. والله صفيتها بأول الباركينج قام طلع في مشي نص ساعة، عن جد نص ساعة حرفيا. لأنه تأخرنا لوصلنا فكان الباركينج كله فول تبعهم. فالمهم شو هلا صار لي أكثر من نص ساعة عم أمشي فهضمنا. شو بدك؟ بدي نتغدى. هلا تغدينا سمك، هذا السمك شو؟ السمك راح خلاص في سبيل الله. انت بتتغدى لحالك، انا بالنسبة لي شبعت. والله انا رولا بتقلي انت سبب اساسي بحياتي اذا سمنت شوي. والله يعني كل ما بقرر انه خفف اكل واعمل رجيم بيطلع لك حسام. برجع حسام. انا محرض الرئيسي. بجيب له حلويات وبجيب له اكلات واكل جاهز وهيك لانه انا بحبهم وانا بحرق يا جماعة. فاكلتيها انت؟ لا خلاص انا ما حاكل. هلا انت كل لحالك هيك رايك. هلا بس شوفي اطلب اللي بدك اياه، بس شوفي البرجر بين ايدي خلاص. لا والله شبعت، اكلت سمك يا جماعه سمك. يا جماعة هلا رجعنا على البيت بعد مشوار كتير حلو. البنات ناموا صار الساعة 8 يعني لسه كتير نهار برا، بس الساعة 8 لأنه هلا بلش يطول النهار بهولندا بيصير ما بيخلص للساعة 10 صح؟ صح لسه 9 ونص هلا بعد شو بعد كم يوم بقاب بصير ما بقى بنشوف الليل أبدا بقاب. عن جد مشتاق لليل. بس معلش حلو هيك نحن اشتقنا هالأيام الشمس والنار وهيك اشتقنا حاج ظلام وعتمة وهيك. عن جد هلا كنت عم أقول لرولا شغلة إنه قديش مشاويرنا تغيرت وحياتنا تغيرت بعد ما صار عنا هيك طفلتين. يمكن كمان انتو نفس الشيء، اللي عنده اطفال واللي عنده اخوات صغار اكيد نفس الشيء بتحس بهالشيء. اجباري يعني الواحد بيصير بيدور على الشغلات اللي فيها متعه للاطفال مو بس له يعني. اكيد يعني عم بتذكر انا ورولا قبل ما يصير عنا اطفال كنا بالعيد دائما نسافر نروح على بلد ثاني، كنا نتحرك اكثر. رحنا على فرنسا وبلجيكا ونسافر ونسوي. هلا قعدنا فرد قاعده بالبيت. عن جد قعدنا سبحان الله. ما عاد نطلع. يعني على فكره راحت اليوم معتبرينا نحن مشوار بعيد مع انه هي بتبعد ساعه يعني. بسطنا حالنا مع انه مشوار الاطفال بس خلص نحن حسينا كنا نسافر 5 ساعات بالسياره وما نحس. اسالكم انتم كمان نفس الشيء هيك صار معكم؟ تغيرت حياتكم مع اطفال؟ قديش هيك حلو وصعب بنفس الوقت؟ حلو لما تشوف الاولاد عم بيضحكوا ومبسوطين، عن جد هي فرحه ما بتنعطى ابدا. هيك بيعبوا لك حياتك يعني. بس مو صعب، هو مسؤوليه اكثر من انه مسؤوليه. بس ما عاد فيكي تعمل الشيء اللي بدك اياه انت. ايه بس هات وضع مؤقت، بعد كم سنه بس يكبروا هيك يصيروا يعني. يعني على طول انا وانت بنتناقش نفس القصه ولا على طول؟ خلص يعني حسام مصر انه هذا الوضع للابد، هذا الوضع بس كم سنة. يا جماعة والله انه عم حس شعور مختلط بالنسبة لي، كتير مبسوط للبنات بس انا عم حس في شيء هيك غيرني، في شيء ما عم بعمله مثل اول، طلعاتنا دخلاتنا. ايه لا بس هذا الشيء مؤقت. انا لا امتى كل وقت عم بتخانق مع حسام انه عم فهمه هذا الشيء مؤقت، انه هلا طلعاتنا مرتبطه باماكن معينه الهم، لانه بس بعد كم بعد كم سنه يعني حيكبروا شوي ويصير مثلا ناخذهم على مشاوير تبسطنا وتبسطهم. بعد اليوم شو قصدك ما انبسطت اليوم؟ لا انبسطت ببسطهم انا وقت شفت ميلا مبسوطه. والله انبسطت. ليش بس انا الدلافين كيوت، انا انبسطت كثير حبيت الدلافين. والله العرض كثير حلو للامانه. والفقمات انا من زمان بشوفه على التلفزيون او على اليوتيوب، بشتهي كثير احضر عرض دلافين. فكثير لو ما الاطفال ما كنا رحنا يعني، هنا شجعونا صح. فبنصحكم تجربوها هي العرض الدلافين وهيك كان كثير حلو. بس هو حسام انا بعرف ليش هيك عم بيحكي. ليش؟ لانه كان مشتهي هالعيد نسافر ونروح على مدينه بعيد هيك 3-4 ساعات، كنا هيك مخططين. والله انا هيك مخطط كنت بس ما زبطت الخطه. وهلا جربنا نسافر ساعه، شو رايك بالتجربه؟ هلا سفر ساعه يعني لو تشوفوا شحنت البيت كله معي، كل شوي نطلع على السياره على حسام. لا نسيت هي والله 3 مرات رجعت من السياره للبيت وانه بس رايحين ساعه واحده. فالموضوع جدا صعب مع اطفال. بس رغم هالشيء لسه بيرلا صغيره يا جماعه. بالعاده الاشخاص بيسافروا لما يصير عمر البيبي اكبر من سنه بصير الموضوع اسهل. انا بقول على السنه بصير سفرنا اسهل ان شاء الله. كثير بدها حليب وبدها قصص وهيك، فكثير بناخذ معنا عده كبيره. المهم يا جماعه هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. انتظروا فلوجات كثير حلوه وفيديوهات بتجنن. ورجعنا نشرب قهوه. صحيح. يلا رجعت للعادة القديمه.
بس قهوتك العادي اعمل مقاتي وقهواتي. هذا هو الجو اللي اكثر شيء يعني اشتقت له. احلى شيء انه رولا تعودت انه انا ما بشرب قهوه. شوفوا بتعمل حالها ما بتعمل لي، بس هذا الشيء مو اهمال منها، لانه كل ما بتعمل لي انا ما بشربه بتركه على الطاوله مثل ما هو. ما بشرب قهوه. طب ما بتحب القهوه؟ شوف هو صب كولا. ايه انا بشرب كولا. الكولا هيك مشروبات بارده انا بالنسبه لي. بكره بنتك بشرب معك قهوه عوديه. ميلا. فاذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو. هلا صار لازم اتذكركم. والكم بحبكم كثير. باي.